بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمرو الحديدي، أستاذ طب الحالات الحرجة وأمراض القلب بكلية طب قصر العين. النهاردة أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أو موضوع مهم أو يشغل ناس كتير جدا، هو موضوع الألم في الصدر. الألم في الصدر في ساعات كتير جدا المرضى يسألوا لما يجي الألم أعمل إيه. أولا لازم نعرف أن مكان الألم مهم جدا جدا جدا. يعني لو كان الألم في منتصف الصدر ويسمع في إيد الناحية الشمال وإيد الشمال أو في الظهر وصادها مع عرق، لازم بسرعة نفكر ان ده ممكن يكون مشكلة في القلب. وبالتالي لما يجي ألم في الصدر مفيش تضييع الوقت. اولا اذا كان عندك اسبرين اطفال تاخد اسبرين اطفال وتوجه بسرعة الى اقرب مستشفى او اقرب عيادة بحيث انت تقدر ان انت تتصرف. الحاجة التانية المهمة انه لو الألم ما طولش لازم تروح للطبيب القلب في العيادة، وبعدين هو بيجوا إجراء بقى بعض الفحوصات زي رسم القلب والموجات الصوتية على القلب ورسم قلب مجهود على حسب تقييمه للحالة. ولكن لو الألم قعد فترة طويلة جدا وصاحب معاه عرق شديد وسائع وابتدى في مل قيء أو قيء فعلا، يبتدي لازم نفكر إن احنا نروح لأقرب مستشفى بحيث احنا ما نضيعش وقت، لأن ممكن يكون في انسداد في الشريان التاجي أو جلطة في الشريان التاجي، وبالتالي نقدر إن احنا نعالجها بصورة سريعة. وبالتالي كل ما كان الوقت ان انت تعالج فيه جلطة القلب كل ما كان نتيجة الاستفادة من ان احنا نفتح الشريان ده بالقسطرة وبالدعامة ان هو يحصل تحسن في عضلة القلب ونحمي عضلة القلب اللي هي اهم حاجة في الموضوع كله. طبعا احنا عشان ما نضيعش وقت لما يبقى فيه ألم لازم نجري بسرعة. تاني حاجة ان احنا لازم نلتزم بالأدوية اللي هنتكتب. الحاجة التانية ان لو كان في انسداد في الشريان لازم يتعمل على طول بالقسطرة وتوسع البالونة وتركب دعامة بحيث ان يقدر المريض يعيش حياة طبيعية وسليمة.